معكم الكابتن عزوز من جديد، فيديو جديد في يوم الاربع 15 نوفمبر. طبعا انا بقالي سنة كنت واخد راحة من الجيم، فاضطريت ان انا اشترك في الجيم. مش معناه ان انا ما بحبش الجيم، لا، انا اكتر حاجة كنت بمارسها رياضة المشي من اسكندر وكوبري السلة، فاضطريت ان انا اشترك في الجيم، وده اول يوم ليا في الجيم. اول حاجة بعملها ان انا بسخن على السير، مشي شوية شوية، بعد كده مشي سريع، بعد كده هرولة، يعني بعمل كارديو من المشي. تمام، كارديو كده 5 دقايق 3 دقايق، مش بطلع الطاقة كلها في السير، لا، يعني تسخين على السير عشان نعرف نتمرن. وبعد كده بعد ما تسخن على السير بعمل تمرينات اللي هي الإحماء، قبل ما اخش كمان اقسام لازم اعمل، مهم جدا ان احنا نعمل تمرينات الاحماء، ان انت تسخن دراعاتك وتسخن رجلك وتسخن جسمك كله، ما تسيبش حاجه في جسمك انت ما عملتهاش. التسخين مهم جدا جدا، تمام، عشان لما تيجي تشيل اوزان ما يحصلكش اصابه او ما يحصلكش شد عضلي. نرجو التفاعل واللايكات والشير والدعم للقناه، لكل محبين الجيم اللي بيحب عزوز يا جماعة، يا ريت تعملوا سير للقناة ودعموا القناة، وشكرا لكم.